عليكم، معاكم عبد الرحمن الكاشف، 22 سنه من اناكتس الزقازيق. حابب اتكلم عن اناكتس ككيان من افضل الكيانات اللي انضميت ليها. غير في حياتي 180 درجه في طريقه تفكيري. تعرفت على اشخاص جديده من خارج نطاق الكليه، كل يوم مواقف وتجارب اللي بنمر بيها بتعلمنا في حياتنا، كل يوم معلومه جديده بنستفيدها من المانجر والهيد بتوعنا. احنا كمع بعض كتيم اخوات واصحاب، مفيش تفرقه. السنه دي تواجدنا في ناشونال كومبيتيشن بعد غياب 4 سنين، ده كله بجهد تيم كامل وتعب وكله مع بعض واخوات. حابب اوجه كلمه لاي حد ان هو يستغل وقته ووقت الدراسه في التطوع. من افضل الحاجات اللي بتضيف ليك شخصيه، معارف وتجارب في حياتك ومعلومات جديده كل يوم. بلاش نستغل الوقت في عكس كده، ان احنا نضيعه في حاجات مش مهمه. حابب اوجه كلمه برضو لكل لاي حد، اي طالب حاول يبحث على اناكتس في نطاق الجامعه بتاعته، وهي فعلا هيستفيد. شعارنا في اناكتس وي اول وين، احنا كلنا فعلا كسبانين بالناس اللي احنا عرفناها، بالصحوبيه والزماله الموجوده بالشغل والمعلومات اللي بتضاف لنا كل يوم. شكرا.